هذه الترانيم والقداس المسيحي استهلت فعاليات بيع الثوب الخاصة بمنسقية النساء الخيرات للتجمع الكنسي بتشاد، وذلك تحت الرعاية السامية لسيدة البلاد الأولى هند ديبي إتنو، حيث مثلت سيدة البلاد بهذه المناسبة وزيرة المرأة وحماية الطفولة أمينة بريسيل لونغو. وتهدف المناسبة إلى جمع الاشتراكات وبيع الثوب بمبلغ 2000 ريال للقطعة من أجل تمويل أنشطة المنسقية الخيرية والإنسانية وخدمة الكنيسة وأتباع الديانة المسيحية بتشاد، وكذا المشاركة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية. هذا ما أكدته رئيسة المنسقية الوطنية للنساء الخيرات للتجمع الكنسي بتشاد الدكتورة ماري بوغيل، والتي بدورها شكرت سيدة البلاد الأولى هند ديبي إتنو على وقوفها الدائم بجانب أخواتها النساء ومشاركتهن في أنشطتهن المختلفة لضمان استقلالية المرأة وتمكينها اقتصاديا. من جهتها وزيرة المرأة وحماية الطفولة أمينة بريسيل لونغو وباسم سيدة البلاد الأولى أشادت بالدور الفعال للنساء الخيرات في نشر ثقافة السلام والتعايش السلمي بين أبناء الوطن الواحد عبر حملاتهن التوعوية ومشاريعهن الإنمائية، مضيفة بأن مثل هذه المبادرات تساعد في تنظيم عمل المنسقية للمضي قدما وتحقيق الأهداف المنشودة. هذا وكما قدمت وزيرة المرأة أمينة بريسيل لونغو مبلغ 1 مليون فرنك سيفا إلى رئيسة المنسقية لبيع 100 من الثياب كهدية من سيدة البلاد الأولى هند ديبي إتنو إلى النساء الضعيفات والعجزة وذوي الاحتياجات الخاصة من أتباع التجمع الكنسي بتشاد.